يا مرحب يا مرحب يا ولد الغاليين، كيف احوالك يا راجل؟ الحمد لله. ايه نورتنا ونورت السعيد كله. ده نورك يا ريس طارق، بس انا كان نفسي نتقابل في ظروف احسن من دي شويه. ومالها الظروف؟ منك يعني هربان من الحكومه وعندك حكم؟ يا راجل كبر دماغك، كل اللي انت شايفه مهني عليهم حكم، احنا عايشين ملوك روحنا ويدنا دي طايله، ولو عوزنا نجيب لبن العصفور دلوقت هنجيبه في التول لحظه. وبعدين يعني كلها كام يوم وهتطير من هنا؟ بس انا ليا طار وعايز اخلصها قبل ما امشي من هنا. طارك طار يا اخوي، انت امرني بس وانا اجلبها لك نار جايده دلوقتي. يسويها ربنا.